السلام عليكم ومرحبا بكم في كوزين ميدوشا. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم كما راكم تشوفوا جبت لكم لي كريب فرونسيز سوكري، لي كريب الفرنسيين الحلوين. وصفه سهله وبسيطه والمكونات تاعها موجوده في كل بيت ويحبوها الكبار والصغار، ووصفه يعني تنجح لكم 100% ان شاء الله، ما فيهاش حتى صعوبه، تبعوا غير لي زيتاب والمراحل تاعها. نمروا على بركة الله المقادير والتحضير. عندي هنا الحليب، وعندي الفارينة، عندي 250 غرام فارينة، 250 غرام دو فارين، والحليب نسيت ما قلت لكمش، 500 مليليتر، نص يطرة 500 مليليتر، 1 مليليتر دو لي. عندي رشة ملح، بانسيت سال، 3 بيضات، 3 زو، زوج مغارف زيت، 2 كويغة سوب دويل، وعندي 2 ساشي دو سكر فاني، زوج كياس سكر فانيلا. نجيب سالادي ولا غيسيبيون، نخلط فيه كل المكونات ما عدا الحليب، خلط فارينة والملح والسكر الزيت والبيض، نديرهم في النص، ندير حفرة في النص ونفرغ الزيت ونكسر البيض هكذا سهلة. نخلط بالخلاط اليدوي، تقدروا تخلطوا بالكهربائي ولا بالخلاط الكهربائي ولا بالبلندر ولا خلطوا بالخلاط الكهربائي ولا البلندر، خلطوا كلش مع بعض، الحليب الفارينة كلش مع بعضها وخلطوا. انا هنا نفضل الخلط بالخلاط اليدوي ونضيف الحليب بالعقل باش هكذا ما يجيونيش الحبيبات بزاف ولا ما يجيوش خلاص، يعني بعض الاحيان ما يجيونيش مره، وبعض الاحيان يكونوا شويه قليل. يعني هكذا نزيد بشويه ونخلط، وكي تولي العجينه جاريه نفرغ الباقي كامل مره واحده هكذا. خلطوا مليح مليح فوالا، وهذا المره نزيد الحليب كامل ونزيد نخلط ونجيب صفايه نصفيه، تقدروا تخليوه هكذا يعني لعد ما فيش حبيبات، هاكم تشوفوا ما فيش بزاف يعني حاجة قليلة، ونغطيه ونخليه 20 دقيقة حتى نص ساعة يريح. جلس 20 مينوت 30 مينوت، جلس لا بات روبوزي 20 30 مينوت ابري، والان راكم تشوفوا هاي لهنا ابري 30 مينوت، بعد نص ساعة جي شوفي لا بوال لو فو لي مويان، نمسحها شوية بشويه بابي سوبالان تي بو دو بور، يعني الكاغط هذاك المنشف ديروا فيه شويه زبده وكبوا بشويه يعني نص المغرف، وعقبوا دوروه مليح على المقله باش تجيكم لا كريب مستويه من فوق، ومع تنشف قلبوها، لا لزقت لكم بالموس نحيوها بشويه ومن بعد قلبوها بلا سباتول، ومع تنشف الجهه اللي من هي طيب نحيوها. فوالا نزيد نوريكم وحده نص هكذا، ما تكثروش بزاف لا كريب، هاكم تشوفوا ما فرغتوش كامل، وندور مليح حتى تستوي العجينه هذيك السائل هذاك، وهاكم تشوفوا هنا مع تنشف نقلبها، مع تشوفوها نشفت من فوق قلبوها باش ما يتحرق لكمش من اللوط. والان نحيو باسكو في السكر والبيض يتحرك توت سويت، يعني ما تخليوش بزاف على النار. وهاي نتيجة كما تشوفوا دقيقة، يعني ميم با ساعة تكونوا موجدين الوصفة هذه، وعندكم نيتيلا ولا لاباتا تارتيني ولا المربى ولا يعني لا كونفيتور، تقدروا ديروا واش حبيتوا. هاي هي يعني سهلة، ونتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها وشهية طيبة، ولا عجبتكم ما تنساوش تضغطوا على زر جيم وتابونيو ولا ما راكمش ابوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.